تنتشر ظاهرة البائعين في شوارع العاصمة صنعاء ممن حاصرتهم البطالة، فيما يشكو السائقون زحمة الطرقات بسبب البائعين والجهات المعنية لم تتخذ حلول حقيقية. هذه هي أصوات المبسطين والباعة الذين افترشوا شارع هائل وجمال وغيرها من شوارع العاصمة صنعاء، والتي احتار الناس فيها، أهي للمشاة أم لمرور السيارات أم للباعة والمتجولين والمبسطين؟ كل هؤلاء شريحة كبيرة عانت من البطالة وضيق ذات اليد، مما جعلهم يلجؤون لافتراش بضائعهم ومصدر رزقهم على أرصفة وطرق هذه الشوارع. نشاط بالله مش معنا، نشاط بالله على الأخواني وكل احنا درسنا سالس بس. أطفال عزفوا عن مواصلة التعليم للبحث عن مصدر رزقهم لذويهم، فلم يجدوا بدا من الشوارع التي لا إيجار فيها يدفعونه جراء افتراش بضائعهم. متعلمون وذو تأهيل عال أيضا تخرجوا ولم يجدوا مكانا يحويهم ليمارسوا عملهم في مجال تخصصهم، فلجأوا كبقية هؤلاء المبسطين لفتح بسطة للعمل فيها. والله أزمة الدرجة الوظيفية، هذا هو اكيد من مع وساطة يدوا له درجة وظيفية، بس احنا ناس بسطاء مساكين يعني بنجلس عالف في البيوت ما يصلح. فتحنا بسطة ونطلب الله ونترزق والحمد لله. اذا هي مشكلة حوت اناسا عاطلين ارادوا كسب رزقهم حلالا عزوفا عن الحرام، واناس يشكون ضيق الشوارع العامة للمرور فيها. مشكلة عويصة عرضناها على وزارة الاشغال لايجاد حل لها. بالنسبة للبسطات فهناك عدة خيارات الان مطروحة أمام الأمانة لإيجاد أسواق بديلة للبساطين، لأن هناك عدة توجيهات سطرت من الأخ الأستاذ عبد القادر هلال أمين العاصمة رئيس المجلس المحلي. التوجيهات كانت سطر المدراء عموم المديريات لإيجاد البديل الكافي في كل مديرية للأسواق. هل حقا ستتحقق هذه الوعود في بناء أسواق خاصة بالمبسطين في الشوارع العامة؟ هذا ما يأمله الجميع. في منطقة حمراء علب التابعة لمديرية السبعين أمانة العاصمة يشكو المكان قطع الطرق بسبب طفح المجاري فيها إلى جانب انعدام الخدمات الأخرى. لا شيء يساوي ذلك الوضع الذي تعيشه منطقة حمراء علب الواقعة ضمن مديرية السبعين، حيث المجاري تسد طرقهم ومشكلات صحية وبيئية تهدد أهالي المنطقة بسبب طفح المجاري والأمراض الناتجة عنها، والتي حولت هذا المشهد إلى وباء يومي من خلال روائحها الكريهة المنبعثة من مستنقعات هذه المجاري الراكدة أمام المنازل والمحلات. المنطقة هذه منطقة محرومة بشكل يعني من جميع الخدمات، لا من مجاري لا من شوارع ممسوحة ولا مزفلتة، شوارع مقطعة، كهرباء مش موجودة. معنا المنطقة الثالثة هذا عامل على الكهرباء من أكثر من مرة عند نبيل المحرم، وهو محرم لنا المنطقة من خدماتها نهائيا، عاملونا كأن احنا ما احناش من اليمن. من أكثر المعاناة هو وجود هذا المسكن يتوسط ممرات المجاري، يسكنه رجل معاق ومسن لا يستطيع تجاوز الطريق أو الخروج من منزله بسبب هذه المشكلة. الشكاوى المتواصلة لم تلقى أذان صاغية لدى المسؤولين في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. حلي أنا في البيت هذا أشتشم وأرتاح، ما أرتحنا من الريحة. البارد تكلم الجار قال مالي فيك. هذه الحارة التي تعاني من طفح البيارات التي تسبب لنا المشاكل الكثيرة بين المواطنين وبالأمراض، وكأننا عايشين في معزل عن أمانة العاصمة. وقد زارنا الأستاذ عبد القادر علي هلال في رمضان وشافه بنفسه، لم يستطيع أن يمر حتى بسيارته، حتى برجله لم يستطيع، قصبة مر. ووعدنا وعد أنه يقوم يعني أنه يبذل الجهود اللازمة لإنقاذ هذا الحارم المستنقعات هذا الذي نعاني فيها. كذلك الإنارة جزء لا يتجزأ من حجم المشكلة التي تحدث في المنطقة كما يقول البعض. وعدنا أنه في بداية شهر 2 يتم تنفيذ المنحة السعودية التي جاءت للمنطقة الحمراء علب. هذه المنطقة تاريخية مذكورة في كتب التاريخ، منطقة هامة جدا، لكن مع هذا مهملين لها. قال في بداية شهر 2 يتم الأمر إن شاء الله، ولكن جاءت شهر 2 ما بيش ولا أي خبر عن العمل هذا. المجاري، الإنارة،
كثرة المشاكل بسبب هذا الوضع. طبعا ليست مشكلة المجاري فقط، وإنما مشكلة المشاكل أو الخدمات المطلوبة الآن هو السفلت، لكن السفلت بعد المجاري. ما يخص الإنارة وباقي الأشياء إن شاء الله إحنا نكلف المعنيين لدينا ينزلوا ويتعاونوا مع الأخوان عضو المجلس المحلي. طبعا المنطقة هي معروفة، لكن للتأكيد فقط، أي يتم نزول إن شاء الله في يعني في هذا الشهر القادم، أي يتم نزول فيما يخص الإنارة. تستمر معاناة هؤلاء الناس إن لم يجدوا من ينقذهم من هذه الكارثة والتي تهدد حياتهم. تعد صهارج عدن من المواقع الأثرية والسياحية التي تعاني الإهمال وغياب الخدمات، إضافة إلى قيام البعض بالبناء فيها كما يفيد المعنيون. تعد صهارج عدن المعروفة بصهارج الطويلة من أهم المعالم التاريخية والسياحية في اليمن، ومن أقدم المنشآت المائية في منطقة الجزيرة العربية، وهي تتصف بجمال مميز تضفي عليه العراقة والضخامة نوعا من السحر الذي دفع كل هؤلاء إلى زيارتها. ولكن وكغيرها من المواقع الأثرية والسياحية، فلابد مما يعكر صفو هذا الجو، وهو ما تشهده من إهمال غير مسبوق من قبل المعنيين، وهو ما عبر عنه كثير من الزائرين. لو الدولة تهتم به كمستثمر أو ترفال لرأس الجبل، الناس بيدخل فلوس والناس بيكون منتزه للناس يخرجون. الذي لفت انتباهي قوة أجدادنا العظماء وعظمة هذا البناء التاريخي العظيم الذي له أكثر من آلاف السنين. هذا المعلم التاريخي من أهم المعالم اليمنية القديمة، وهذا المعلم يدل على أصالة اليمنيين وحكمتهم منذ القدم. عبر حقب طويلة عمل سكان عدن على معالجة مشكلة شح المياه العذبة من خلال إقامة المنشآت المائية من آبار وأحواض وصهاريج تحفظ مياه الأمطار، وقد اختلفت المصادر التاريخية في تحديد وقت إنشائها، ويرى البعض أن السبائيين هم أول من أنشأها في الألف الأول قبل الميلاد، ولكنها انطمرت قبل أن يعيد اكتشافها الإنجليز وترميمها إبان احتلالهم لعدن، وهي اليوم بحاجة إلى الترميم والصيانة من جديد. صهاريج الحقيقة أنا كمأمور مديري والمجلس وزملائي في المجلس المحلي والأمين العام لسنا يعني مقتنعين أو مرتاحين لما قالت إليه وضع الصهاريج. المواقع الأثرية بصراحة تحتاج إلى أنها ترصد في موازنات ونفقات تشغيلية دائمة لها، مش يعني زي حمى الملاريا إن حتتكلم قلنا والله معنا آثار، وإن حتسكت تركناها وشأنها، دي تريد كلنا إن نقوم بعمله. ما يرجوه أبناء عدن من قبل المعنيين هو العمل على تزويد هذه المواقع السياحية بكل المقومات اللازمة لاستقطاب الزائرين، وإيلائها أولوية خاصة كونها تعد واجهة حضارتها ورافدا رئيسا من روافد الاقتصاد القومي للبلاد. فإن لم يتم الاهتمام بصهاريج عدن وقلعتها، فما الذي يمكن للدولة الاهتمام به؟ محمد البطاح لبرنامج صدى الأسبوع. في حالة إنسانية مؤلمة تعاني طفلة تبلغ من العمر 12 عام تعاني من أمراض عدة كالفشل الكلوي وتضخم في القلب، فيما تعيش أسرتها حالة صعبة مع الفقر. ليست وحدها شيماء من أقعدها المرض على كرسي متحرك، لكنها الطفلة التي أسرت مرتين، الأولى عند إصابتها بفشل كلوي وتضخم بالقلب أقعدها عن الحركة، أما الأخرى فكانت عجزة من يعولها عن دفع تكاليف علاجها. لا معنا لا أرض ولا معنا حاجة، إلا حتى إحنا ذي الحين ما بش معنا، أنا مدنا للمرض ولا ما بش معنا ولا حاجة. تغسل سجلوا لها مرة بالأسبوع، ذي الحين ضافوا لها الثالثة، طفلها الثالثة غسلة بالأسبوع، وهم والله بنسوقها الغسل وما قالوا الحالة صعبة. بردوا البنت، والبنت كانت مثمنتها شايف قدي لعب بترقد ولا عب بتجلس ولا عد إلا قد بطنها انتفخت، البنت تعبة جد. طفلة في عمر الزهور دمعتها تسابق حديثها، إنها تبحث عن الحياة وزفرة ألم تخرج من عينيها لترسم على خديها عبارة أن انظروا إلي. مشتي يا مودي، انت عايش حياتي، انت درست مثل بقية الأطفال.
بدموع آسرة وصراخ لا ينقطع في مشهد أبكى الكبير قبل الصغير، تبعث رسالة إلى القلوب الرحيمة والضمائر الحية، وأملها بالله لا ينقطع. إذا أراد الباري وهم يفعلوا خير ببنتي ويتبرعوا لنا يفعلوا بالبنت خير، لأن البنت حالتها تعب جدا، وجزاهم الله خير على ما فعلوا وعلى ما يفعلوا، يفعلوا مستطاعهم، لأن إحنا ما نقدرش، ما بش معنا حاجة، حتى ذي الحينة ما بكفيناش نشتي سيري، نشتي حق علاجات معاها علاجات لتضخم القلب، تضخم الكبد وللفشل، إحنا ما بنقدرش. شيماء هذه مسكينة والله ما تقدر يعني ترنمنا، تجمل لا جميوة فوق العربية، هنا تنزل أموانا فوق العربية وتجمل لا جميوة، ما تقدرش تنمنا متظنك يعني من خلال ما أشوفها، ما قسم بالله أنه إحنا مو بحق العلاج والله العظيم يا زوجها، أنه إحنا بحق المشوار الخب 5 ريال أقسم بالله. رغم هذه الآلام إلا أن هنالك أملا بالله ثم بأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة بمساعدتها وإنقاذها من شبح الموت الذي يهدد حياتها بين الفينة والأخرى. في منطقة خشم البكرة بأمانة العاصمة تعاني طفلتان من الإعاقة وعدم وجود عائل سوى والدتهن المسنة التي أصيبت بمرض في العمود الفقري، ليعيشوا وضعا مأساوي ويحتاجون لمد يد العون. لا تسني عن عنوانهم، ففي مراتب الفقر تصدروا والمأساة ظل لا يفارقهم. بيت مستأجر من بيوت منطقة خشم البكرة بأمانة العاصمة يئن ساكنه بصمت، كثرت فيه الدموع وهجرته الفرحة. فهذه ليست صورة تذكارية لأم وابنتيها، بل لأسرة تشاطرت المرض. الأسرة أولا قبل شيء تشكي من يعني ظروف قاسية يعني معيشتهم، ثانيا يعني أمراض من جهة البنات يعني لا ما بش معنى يعني ما يناول مثلا حبة علاج، عمري ما أعرف إيش علاج من مرة، ما عرفت نفسي إلا أمي وحالتها هكذا هي وخواتي، يعني ما شقت عنا الله وربتنا هي وفعلت كل شيء، لو ما هي يعني ما نش ذلك بشيء يقع مصيرنا. أخي الصدق ما أقسم بلا ما قد عرفت منها حتى حبة ملينة إن أنا عزبة ولا مزوجة، ما بنفسرش لا لي ولا لخواتي ولا لأمي. أنا قربت هنا جنبه يعني أسكن عشان يعني مثلا أساعدها ذي بأعمال البيت بشي لي تحت الشي لا أدي لها شي لا شي ماشي. أكبر بناتها أمل ذات 28 ربيعة تعاني من إعاقة مزدوجة نتيجة نزلة برد تلقتها وهي رضيعة، غفل الوالدان عنها وبسبب الفقر لم تتناول حتى حبة دواء طوال حياتها. أمل عنده ضمور في الدماغ، ما تتكلم ولا حاجة ولا تحرك داخل البيت، ما برا ما تخرج، بسبب عندي من الضم اللي في الدماغ يعني ما تخرج ما تخرج داخل كتاب براس على العقول تمشي هكذا ما تعرف تمشي. الابنة الأخرى أشواق المعاقة ذهنيا تدق رأسها بالجدار أغلب الوقت حينما تتألم، كادت أن تتعافى لولا توقف رحلة علاجها. سبب هذه من أختها فلتت علي من 5 دور، طاحت علي من 5 دور فلتت وصاحت على أختها ساعة ما طاحت، قالها من هذا الأزمة هذه وغلق الناقص المتر، عرف المتر كمل الباقي. منذ زمن والأم أرملة تجوب الطرقات لتقتات مما تيسر من بيع قنينات البلاستيك، بيد أنها الآن طريحة المكان بسبب إصابتها في العمود الفقري. أنا فيني القلب وجنبي يعني الخلع، وعندي روماتيز في العظام مفاصل يعني حكة يقولوا في العظام، ومعايا نبسمو، معايا المعدة توجعني، وشتي أنا مساعدة من الناس يساعدوني في علاجات لبناتي، ومسكن راسي أنا وبناتي لا أقعد لي لا مكان واحد، لقى الصحة من الشوارع والفهم إني جلس لي
بعتها لنفسي وان بزين على الابن اتلاقوا نحط مع بحدهم دحين انا مع عبد برقو والف ما عنده في الدكان معود كم السيد دكان قلنا خلي انا عندك والف اللي ما قدر كمي انا شيء قال البيت والدب الغد انا بعتها في ايجار البيت. ليت الناس يعلمون ما في الجنة من نعيم، وأن أسرة كهذه قد تكون سببا للإقامة بذلك النعيم. إبراهيم الشرابي، صدى الأسبوع. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأسبوع، نعود ونلتقيكم بمشيئة الله في حلقة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.